السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن lecture 2، ودي كانت lecture التانية اللي قلت لكم ان هي هتبقى فيها نظري شوية، ومن بعد كده ان شاء الله النظري المفروض هيقل شوية. lecture دي بتتكلم عن ازاي شوية concepts عن ال database، وان ازاي ال architecture بتاعها بيبقى عامل ازاي. اول حاجة عندنا بيتكلم عن حاجة اسمها الداتا موديل. ايه هي الداتا موديل دي؟ هي اي كونسبت بيشرح الداتا بيز، سواء بقى الاستراكشر بتاعها، الاوبريشنز الموجودة، او الكونسترينتس، كل دي تعتبر الداتا موديل بتاعت الداتا بيز. في الداتا موديل استراكشر والكونسترينتس. الاستراكشر اللي هو ازاي بعمل كونستراكت للداتابيز بتاعتي، اللي هي مثلا ال elements بتاعتي. لو انا عندي table فال data types بتاعته هتبقى ايه، ال entity اسمها ايه، ايه ال records، وال table هيبقى عامل ازاي، ال relationships ما بين كل entity و entity، كل دي تعتبر من ال structure بتاع ال data model. ال constraints بيحط شوية restrictions على ال data اللي عندي، تمام. وال constraints دي لازم تبقى ثابتة طول الوقت. يعني أنا حطيت constraint على table أو معين، تمام، فأنا مش مثلا لما أبقى فاتح دلوقتي ال constraint هيبقى موجود وبعد كده يختفي، لأ، هو هيفضل موجود على طول الوقت اللي أنا بشتغل على ال database دي. بعدين عندنا الـ operations. الـ operations دي اي حاجة بعملها على الـ database بتاعتي، سواء بقى ان انا عايزة insert، delete، update، كل دي تعتبر operations. بس الـ insert والـ delete والـ update دول اسمها basic model operations. في بقى حاجة اسمها user defined operations، زي ما كنا مثلا بنعمل الفيو في الترم الاولاني لما كنت بقول انا عايزة compute student GPA. فده مثلا هنا انا ببتدي هسلكت مثلا شوية columns معينة من التابل، وهعمل شوية operations معينة تحسب لي ال student GPA. فانا لما اجي انادي على ال operation دي، فهي هتسلكت الحاجة وتعمل الأوبريشنز اللي اليوزر عملها، ويطلع له بعد كده الجي بي اي في الآخر. فدي اسمها يوزر ديفايند أوبريشنز. عندنا بقى الداتا مودلز متقسمة لتلاتة كاتيجوريز: الكونسبتشوال أو اسمها هاي ليفل أو سيمانتك، الفيزيكال أو لو ليفل أو انترنال، وبعدين الامبلمنتيشن أو ريبريزنتيشنال. كل واحدة بقى بتعمل ايه. الكونسبتشوال داتا مودلز دي بتتكلم في شوية concepts قريبة من فهم اليوزر، بتتكلم عن حاجات قريبة يعني اليوزر يقدر يفهمها، تمام. بعدين عندنا الفيزيكال. الفيزيكال دي هي low level. ليه؟ لأن أنا بتعامل مع ال structure وال storage بتاع ال data بتاعتي، فدي حاجات low level، دي يعني داخلة جوه شوية في details اكتر، فدي بتبقى بعيدة عن اليوزر واللي هو بيقدر يفهمه او اللي مهتم بيه. بالنسبة للimplementation فهي بتتكلم عن concepts واقعة ما بين الاتنين، ما بين الconceptual والphysical. بعد كده بيجي يتكلم معنا عن السكيمة. بيقول لنا الداتابيز سكيمة دي الديسكريبشن بتاع الداتابيز بتاعتي. بيتكلم عن ال structure بتاع ال database وال constraints وكل حاجة تخص ال database، بس انا ما شفتش ال data. يعني هو بيشرح بس ال database معمولة ازاي، يعني شكل ال description بتاعها ازاي. نيجي عند ال schema diagram، ده بيطلع من ال description بس ما بيبقاش فيه كل حاجة. يعني هو بيتكلم عن most aspects of ال database schema، مش كل ال details بتاعتها. بعدين ال schema construct، اي كومبوننت بيكون السكيما بتاعتي ده يبقى اسمه سكيما كونستراكت. لو انا عندي تيبل بقى اسمه مثلا ستودنت وواحد اسمه كورس، فدول